نهار الاربعاء 16 ديسمبر اخذت معلومات من عند احد اقاربي اللي يخدموا في اداره امريكا امن الدول اللي مقهب مخلوف باش يتيح وكالوتيل اللي قدامه زاد باش يتيح باش يعملوا في بلاصتو بيت ضيافه باش طيحوا حوالي 400 سنه حضاره زي سيدي بو مخلوف باش يعملوا في بلاصتها ميزون دوت. هذا الكل باسم شنيه؟ باسم اعاده تاهيل. قال شنيه اللي سيدي بو مخلوف اي للسقوط باش يطيحوا كي باش تيح سيدي بو مخلوف وقت الحجرات اللي كنتوا تبكوا عليها ما نطاحوا. انا خلينا نعملوا حاجه جديده حكم الناس ما في بالهاش، مش الناس الكل عندها فيسبوكات، مش الناس الكل عندها مش الناس الكل تفرج في التلفزه باش نوصلوا لها. هذه لافته مكتوب عليها لي رسمال في الحضاره لي خوصاص التاريخ سيد بو مخلوف، وطالعه نمشي معناها دورت على البلاد باش الناس تشوف يعني باش الناس تحس اللي فهم بو مخلوف، الناس تحب تسفيت الفايش فهمش فما فهمش هكا متعدي بحذا المركز باش نطلع لبو مخلوف، معناها باش نطلع بالطريق هذاك. حبسني احد المواطنين جاي الكبار قال لي شنو الحكايه، قلت له راهو هكا هكا. قال لي الله تربح ندير شنو نوقف غاديكا ويجي احد الاوان شوف فيهم غاديكا يوري بيتو نقولوا هكا عفراء برا جيبها. جاني قال لي استنى غاديكا اسمك عفراء؟ قلت فضل معي. قلت وين تفضل معك؟ قال لي هاي معي المركز. قلت علاش مشي معك المركز؟ قال لي تدخل معي تاو المركز وغاديك تعرف. قلت له ما نمشيش هي كارت سيرفيس وندخل معك خاطرو زي المدني. جبدني كركرني قال لي تدخل معي بسيف ودازني وجيب شي ركب لي المنوط. قلت له حيني علاش مشي معك المركز؟ معناه بانا حق. قل لي علاش ندخل معك؟ يعني راني خاسر مش معقول انكم تدخلوني هكا معناه بدون ولي بدون حتى شيء. دخلني المركز بسيف ودازني بدي زفي ما حد ركب لي المنوط بسيف. قلت سايبني راني خاسر وبديت نعايت باش ناس تلم باش ننقذ روحي على الاقل شوي. دخلوا لي المركز بسيف هزوني المكتب فرقة العدية حاجة كما دخلوني غاديكا حطوني قدام. قلت لهم علاش نهنا؟ قولوا لي علاش نهنا؟ في الاثناء هزوا اختي اللي كانت تمشي ورايا هي زوز من صحابي كنا طالعين مع بعضنا. دخل اختي لداخل تمت هرسلتها تمت تهديدها بايقافها وبالاعتداء عليها فكلها تليفونها بالسيف وحلوه معناها وشافوا شفيه ما فهمتش يحبوا منه وهدوها هي تسكت باش دخلوا معايا. وقالوا اختك راه معكش باش تشوفها اخت معكش تشوفها تنوروها الكليب مني. وفي الاسنان قاعده غاديكا جت تعاونا قالت لي نجم اللي قعدت قالوا لي اقعد قعدت حطيت رجلي على رجلي خاطر ما عندهم حتى حق انهم يوقفوني من غير ما يقولوا لي. قالت لي هبط رجلك. قلت لي ما هبطش حتى نعرف ساعه ايش نعمل هنا. قالت لي تعمل هنا ما تعملش ديك حكايه تخصنا. ثاني قاصر قالت لي يا هبطي رجلك يا تنوريك الكليب باش تعمل. هذه موافقه عموميه معناها عاونت ام غاديكا. قلت لي مانيش مهبطه هكا. قالت لي تنوريك وبرشا الفاظ بذيئه من عندها ومن قبل زملائها برشا الفاظ بذيئه. وبعد جاء سيد اشرف رئيس فرقه العدليه جاني سمعني الكلام زعما باش يضربني تهدد عليا هو وياها. قلت له عمري 17 سنه راني قاصر ماني ما عندكش حق انك توقفني هنا نعطيني كلام المحامي نعطيني كلام دارنا. قال لي ما تكلم حتى واحد فكولي تليفوني ما خلوش نتصل بالمحامي نتاعي. هكا من بعد جت امي معناها كي خرجت اختي من غاديكا كلمت امي. جت امي اول ما فهموهاش علاش غاديكا يعني هم راهم يكلمونا بالتليفون قبلها لا تم استدعائنا لحتى شيء يعني هزوني كيكا وحدهم وحدهم. كلموا امي بدو يبحثوا فيا. قلت لهم راهي بنتك تسب في البوليسيه بنتك تسمي فينا ارهاب بنتك متعاطفه مع الارهابيين وبنتك درا شنيا. هكا امي في الاخر في بالهاش باش يوقفوني في بالها كالعاده معناها باش يبحثوني شويه باش يكبسوني شويه بعد يسيبوني. كي بعد قالت لها راهي عارفه باش تبت هنا. قلت لهم ما تبيتش هنا بنتي قاصر صغيره وتبت هنا. قال لها صحح. قلت لها صحح. قالت له صحر على محضر الاحتفاظ معناها اللي هي سلمتهم سلمتني باش يوقفوني. قلت لها ما صححش بنتي. قال لها صحح بالسيف معناها اجبروا امي باش يتصحح. وبعد شدي صبعي بالسيف وانا نجبد في ايدي قلت له مانيش باش نبصم. جبت صبعي بالسيف عمل لي هكا في الطابع وخليني بصمت على الورقه بالسيف. وبعد ركبوا لي المنوط وقعدوني بحذاهم. في الاثناء كل مره يجيني واحد يمزبلني بنت كذا يلي بيك يلي عليك تو نعملوا لك وتو نعملوا لك تو تعرض لنا من بعد راهي البنت شدينها نحن شديناها في وقت بن علي شديناها في وقت برقيب ومازلنا بشدوها لقدام. وبعد جت العاونه هذه الاولانيه اللي سمعتني الكلام جتني تعمل لي ملحده تعمل لي كافره تونس نتاع اللي يقولوا لا اله الا الله مش نتاعكم انتم يا كفار وبروا اخرجوا منها ما نعملوا لكم ما نعملوا لكم ما نعملوا لكم برشا الفاظ بذيئه معناها في وسط اداره تونسيه برشا الفاظ بذيئه. هذا هو الامن اللي يحمي فينا شو يعمل في قاصر كيف. كي قلت لها باش نشكي بيك قالت لي قلت لها باش نشكي بيك المحكمه الاداريه قالت لي المحكمه الاداريه نتاعنا معناها هي هنا
تتهم إنه القضاء متعامل معاهم ومتواطئ معاهم. ما قلت حد شيء هي قالت. قلت المحكمة الإدارية عاملينها لتعزيزنا، تعزيز الصفوف الأمنية. وقلت نتحداك يتوقف في واحد منا. بعد كي جمش الزوني الجيور قلت ما تهزونيش، كلموني على الأقل المحامي، عطوني نتصل بالمحامي نتاعي أو كلموني مندوب حماية الطفولة لو ماهوش مسايب البلاد. قال لي البلاد نتاعنا ونخلوه قد ما نحبه ونوقفوه قد ما نحبه ونعمل فيكش نحبه. بعد تو تعرض لنا هزوني كبسين لي على يدي اللي جرحت بالمنوط، والعاونة هذه دخلت تعمل للحراس غادي تعمل لهم راي تسب فينا وراي قلت علينا كليب وراي شمتت فينا كي موتنا، لا تعطوهيش شرب الماء خسارة فيها. وبالفعل عطشوني اللي لكي ما شربتش الماء، اللي لكي لما كليت حد شيء حطوني بين المجرمة، حطوني بين الكلشارات، حطوني بين الناس تبراكي، حطوني بين الناس تسرق، بين الناس تقتل، نحط في وسطهم عليش على ساتيف فيسبوك. معناها في بعد خمسة سنين من 17 ديسمبر 2010 ما زالت الناس تتحط على كلمة قالتها. هو اش في بالي منون قالوا لي اللي نيابة العمومية أمرت بفتح محضر على ساتفيتي في فيسبوك ونلقيها مصورة ساتفيتي بكلها. في بالي هكا كذلك عش سكتني، قلت مادام النيابة العمومية في بالهم هكا هو ياخي سيد ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية قيل اللي هم أعلموا وزارة الداخلية بأخذ أقوالي مش بإيقافي. في البحث جبدوا لي صديقي محمد أمين كافي كابت ستاتيو على الفيسبوك كاتب اش صار له مع البوليسية، كيفاش البوليسية معناها ضربوه وصحابه وحاجة كيما كان هم حكاية وقاتلوا مع البوليسية وكيفاش اعتدوا عليه وصحابه. مصوري له الكابتور ديكرون في الكومنتيت لوني مصوري الكومنتير نتاع ستاتيو نتاع محمد أمين. سألوني يعني قالوا لي يا أخي تعرفوا أمين؟ قلت لهم نعرف صحابنا بيه. قال لي امين هذاك تنعلموك كيفاش تسب فينا وراه باش عاد تحليل. قلت له تحليل قلت له تشوف المواد المخدره اللي استعمل فيها، معناها اللي ما يقول وين يعدوها على التحليل يعدوها على الزطله. قلت هذه سبه التكميم الافواه. دخلوني البيت قالوا لي نحي دبشك. قلت لي تنحي ذاك هو القانون، وهذا الكل نعتبره اهانه ليا واهانه للحرمه الجسديه واهانه ليا كطفله كمواطنه ما عندي حتى ذنب اني بيت غاديك. تعرضت للتحرش من قبل احد العوين غاديك. يجيني واحد يعمل لي محل شفيفك، يجيني واحد يعمل لي عمبوزينك، يجيني واحد يعمل لي ذم عوين راهم، يجيني واحد يعمل لي يقول لي سايب عليك، يجيني واحد يعمل لي هاي تيت بوسه نجيبك تشرب. هذا في غرفه الايقاف. دفعت على روحي تبيعت دفعت على روحي قلت لهم تجيبوا لي دارنا. طلبت اني قابل دارنا في الليل خاطر خفت معناها باش يعملوا فيا خاطر غاديك واحد ما تحتاج. طلبت من قابل دارنا كلمت طلبت انهم يجيبوا لي محامي او يجيبوا لي اي مسؤول، ما جابوا لي حتى شيء، خلوني وحدي. فما باب حديد حطوني وحدي، جرت قوش عليه قاعد لبرا. فما من فوق محلول هكا محلول معناها سخف كامل محلول، قوش عليه قاعد لبرا بحق مت بالبرد وفي الكيف رانا مش بسخ. وفجاه نسمع في حس اهبط عركيبك اهبط عركيبك وبرشا عياط وبرشا برشا 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 والناس كلهم زيد كل سمعته غاديك قبل الناس الكل. دخل نيم معنا شدة هكا في الحديد شدة قاعدة نخزر. دخل واحد مدمدم خشم كله بالدم، هو مثلا ما فيه في الكلام دزو فيه ومعناه تشوف الحال اللي ريتها قدامي. ما تقول عصابة، ما تقول شيء دي منظومة أمنية ولا موظفين عمومي، تقول عصابة تقول ما نعرفش كيفاش نوصل. موقف هم سين مدمدم دخلوا بسيف شفروا فيه. بعد اللي ريتو لكن نشوف مواطن معناه نشوف مواطن شفته بعيني، مش اول مره نشوف حالات اعتداءات كما هكا من قبل الامنيين واعتدوا علي معناه شخصين في برشا حالات. نشوف مواطن مدمدم ويضربوا فيه ويشفروا فيه ودخل فيه الجيول كل ذل معناه وكل اهانه اللي ريتها بعيني. في زيت صباح نشوف فيه معناه كيفاش واقفين باش نفوا جيرت وقفوا قدام الناس كل الذل اللي ريتو في عينين المواطنين. خليني نزيد ما نرجعش تالي خاطر يعمل فيه الأمن. الأمن يضرب باسم الوظيفة العمومية، الأمن يعذب باسم الوظيفة العمومية، الأمن يرهب في الناس، الأمن يغتصب، الأمن يقتل باسم الاعترافات وباسم الوظيفة العمومية وباسم الأمن. معناها كنا احنا باش نتخلوا على كرامتنا باسم الأمن. رهيب هذول مش رهيب ذل ما نحكي لكش. مش حسيت اللي نحنا في أرض محتلة، حسيت إنه احتلال، حسيت إنه إرهاب. اللي شفته البارح ماهيش خدمة دولة، ماهيش خدمة موظفين عمومي، ماهيش خدمة إدارة، خدمة عصابات، خدمة مافيا. مواطن مدمدم وأهبط عركيبك وشفروا فيه والمنوط وراه ويصبوا عليه في الماء حلو ويصب عليه في الماء نورمال. وينو احترام المواطن؟ حقوق الإنسان ويني؟ هل وصلنا لدرجة إنه البوليس يحسب في روحه إليه؟
يعمل شيء حب بدون عقاب بدون ما يحاسبه حتى واحد. البوليس توا كي ما يلقى فيها وين يعدي هلك هذا بجرب موظف عموم يعدي هلك استهلاك فخري وعلي وعدنان وغيرهم وكي السبعة اللي ما عرفوش أسميهم تعدوا باسم الزطلة خاطر ما لقوا بها وين تتعارك مع بوليستك حل ويهزك عاديك تحليل وبرا عارف تحليلك نظيف ولا مسخ هذيك خدمته هو مش خدمته معناها جنساتيو في فيسبوك ناس في الحبس على جيل ميول جنسي ناس في الحبس على جيل علاقة جنسية ناس في الحبس على جيل إنسان معلش حر في رواري معناه في أعضاء التناسلية ما زال فيها الدولة الدولة المدنية ويني حقوق الإنسان ويني المواطنة ويني الأمن كيف يبقى يذل فينا كل يوم باش يضرب فينا كل يوم أجل اسم الأمن يخليها عنده ما حاشتنيش بيه من غدوة جيت تفقدي مع وزير الداخلية باش تتحقق في الحادثة أول حاجة عملوها قالوا يلزمني نطلب الاعتذار يلزمني نعتذر من البوليسية خاطرني سبيتهم ما سديتهم وضحت لهم اللي نسب في البوليسي من نسب في الامنيين ما سبيتش قط اللي يعرف روحه بوليسي هذيك حاجه اخرى وديما نقول مع احترامي للامنيين اللي هما في اظال في ظل هالمنظومه الامنيه الامنيين شكون هو الامني الامني يخدم في خدمته الامني مش نتاع التعليمات الامني اللي طبق في القانون البوليسي شكون البوليسي البوليسي اللي كذبوا عليه وقالوا له راك اله البوليسي هو اللي مارس تجاوزات باسم الامن البوليسي هو اللي يقتل باسم الامن هو اللي يضرب باسم الامن هو اللي يهين باسم الامن هو اللي يغتصب باسم الامن هو اللي يعذب باسم الامن هذاك البوليس اللي ننقد فيه ونعتبره ارهاب معناش حبوا يعملوا يحبوني يخمم كيفهم يحبون نبدل رايي حريه الفكر ويني حريه التعبير وين الدستور وينه كي قلت لهم راهي الحكايه ماهيش دستوريه اللي تعمل فيه ماهوش دستوري قالوا الدستور ما نخدموش بيه في تونس الدستور هذاك سكتناكم بيه في يوم ما والحكايه هذه قالها لي أشرف رئيس فرقة العدلية قلت له مش كبير قال لي ليه رمي عملنا حاجة الدولة متاعنا نحن شدين هالدولة الدولة ولا ما فيش ما فيش وصلت المحكمة قابلت سيدك الجمهورية سألني على الكلام اللي كتبته هل هو اللي قلت له هو ذكي هو اللي كتبته معناه ما قلتش حتى حاجة غلطة بعد قلت مش حاولني القاضي طفولة وما تحاولش القاضي طفولة وما دوبت حمية طفولة مش موجودة فما حتى واحد جوني كان جماعة الرابطة وبعض من المحامين وبعض من الأصدقاء ليزي قاسر ليزي 18 سنة ما عملتهمش وتم التحرش بي وإهانتي وإذلالي وتهديدي أنك مش نعم 18 سنة مش يبعثوني ورا الشمس اخترني قلت لي معناها تلزمنا نسكت كل نسكت ونهار 17 ديسمبر تعديت على المحكمة تعديت على وكيل الجمهورية بتهمة قلت رأيي هذيك هي التهمة متاعي معناها حتى في الفيسبوك يحاوزوا فينا الحكاية مش حكيت الحكاية حكايتنا الكل حكاية تونس كاملة حكاية 300 شهيد مات باش ما يجيش نهار هذا بعد 5 سنين من 17 ديسمبر 2010 تبدل حتى شيء بين عليهم شيء والرجول كلها تبدلت والبوليس مازال هو هو مازالت هكا العصا تضرب فينا مازالت هكا العصا تهم فينا مازالت هكا العصا تقتل فينا حتى واحد ما يحاسبهم حتى واحد ما يقول لهم لا